حضراتكم أعزائي المشاهدين، وزارة الأوقاف قامت بعقد ندوة في غاية الأهمية وإطلاق حملة بناة الوعي. الحقيقة يعني حملة في منتهى الأهمية بتستهدف النهوض بالإنسان المصري ثقافيا واجتماعيا ودينيا وعلميا. ناخد تفاصيل أكثر عن هذه الحملة معايا ومشرفني معالي وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة. معالي الوزير، مرحب بسيادتك يا فندم على شاشة النيل الأخبار. وحضرتك اتكلمت النهاردة خلال الندوة على أهمية الوعي ونبذ التعصب وكيفية مواجهة الأفكار الهدامة. إزاي هنقدر من خلال الحملة أن احنا يعني نحقق كل الأهداف دي؟ كما ذكرت، هدفنا بناء الإنسان ولا إنسان بلا وعي. وسيادة الرئيس يؤكد دائما على أهمية بناء الوعي بالمفهوم الشامل للوعي، ومن هنا كانت هذه الحملة في إطار هذه التوجيهات وفي إطار مبادرة كبرى لبناء الوعي. حملة بناء الوعي تنطلق لمدة 3 أشهر بالتعاون والشراكة بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام. هدفنا بداية مواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة. بعد أن ضيقنا الخناق شديدا على الجماعات الإرهابية والمتطرفة وأصحاب الفكر المتشدد، ولم يعد لهم واقع لا في المساجد ولا في دنيا الناس مع قوة الدولة المصرية، بدأوا يختبئون ويكمنون ويستخدمون التقية ويعملون كعادتهم في الكمون خلف مواقع التواصل الوهمية. من هنا نعنى بدورات التثقيف الرقمي والتحول الرقمي والعمل عبر وسائل التواصل الحديثة والعصرية من خلال دورات واسعة للأئمة والواعظات، إضافة بقى إلى اللقاءات الكبيرة المباشرة على مستوى الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مختلف أنحاء الجمهورية وبخاصة في الأقاليم والمحافظات والقرى والنجوع والشباب، حتى نحصن أبنائنا وشبابنا من هذا الفكر الهدام. الحملة واسعة، جزء منها نبذ التعصب الأعمى اللي بيخرج بصاحبه عن القيم والأخلاق إلى السباب والقذف وما لم نتعوده ولا نعرفه لا في قيمنا ولا في أخلاقنا ولا في عاداتنا ولا في ديننا. الأديان تسامح، الوطنية وقيمنا الأصيلة قائم على التنوع والتسامح والسماحة لا على العصبية والعنف، لأن التعصب يؤدي للعصبية والعصبية العمياء منبوذة ومقيتة. إضافة أكدنا على أمر خطير جدا بيشغل بال المجتمع وكل وسائل الإعلام العالمية في هذه المرحلة، ظاهرة الانتحار نتيجة ظروف كورونا والأحداث، سواء العزل الاجتماعي أو الغلق الاجتماعي، وبعض الدول اللي أغلقت إغلاق كامل. حتى ذكرت بعض التقارير أن نسبة الإقدام على الانتحار في الولايات المتحدة وصلت نحو 50% أو زادت 50% عن المعدلات السابقة، وأيضا زادت عن المعدلات السابقة بنسبة 50%. في اليابان تذكر التقارير أن نسبة الانتحار زادت 16% عن معدلاتها السابقة. هناك زيادة عالمية. إحنا لدينا ثقافة دينية وطنية تمنع من هذا الوباء. للأسف الشديد عدم الفهم وعدم الوعي هو الذي يجعل بعض الشباب يظن أنه سيتخلص من العداء والتعب إلى الراحة. الشعر يقول: فلو أن إذا متنا استراحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل جمعنا عن كل شيء. الانتحار لا تعقبه الراحة بل عذاب شديد، لأن الانتحار جريمة ضد النفس الإنسانية، والمنتحر قاتل. ولا تقتلوا أنفسكم، قتل النفس سواء من قتل نفسا أجنبية أو من قتل نفسه وقع في الإثم الشديد، فهي جريمة شرعية وجريمة ضد الإنسانية. من ضمن الأسباب أيضا اللي تؤدي إلى الاكتئاب والانتحار الإدمان، مخاطر الإدمان، حمل التوعية من مخاطر المخدرات والإدمان والمخدرات القاتلة. كثير من الجرائم ترتكب تحت ضغط الإدمان وتحت من المدمنين. هي حملة توعوية شاملة وتستهدف بخاصة الشباب، نركز على مراكز الشباب، تستهدف المجتمع، تستهدف مواقع التواصل لمواجهة الفكر المتطرف والظواهر السلبية ونشر سماحة الأديان وبث روح التفاؤل في مقابل روح الإحباط والضيق النفسي.